لسه كلامنا طبعا مستمر عن مباراه الاهلي والزمالك امبارح مع الناقد الرياضي الاستاذ طارق رمضان، وكنا بنتكلم عن اداء الاهلي والزمالك، وكنا خلاص سيبنا الاهلي، بس انا عايز ارجع له بس في نقطه صغيره اذا سمحت لي. مارسيل كولر، ايه رايك في تجربه مارسيل كولر مع النادي الاهلي؟ هو لحد دلوقتي ماشي كويس، هو شخصيته مع اللعيبه، بس هو عنده كان الاسبوع اللي فات عنده عيب واحد، ان هو يطلع ينتقد اللعيبه بتاعته على الهواء. ما ينفعش ان في مؤتمر صحفي اي مدير فني يقدر يتكلم ان ده عاجبه او ده ما عجبوش. فكان دي بس الديفو اللي هو بدا يتكلم فيه، لما تعرض لتعادل، لما تعرض لنقد ما بيستحملش قوي، فبيبدا يحمل اللوم على اللعيبه، وده خطا من مدير او ارضيه الملعب او الجماهير. طبعا لازم يتحمل هو المسؤوليه وما يوجهش نقد لعيبته. انا مش مستني منك ان انت تقول لي ده عاجبني او ده مش عاجبني، ده مقتنع، لانك انت كده بتهد اللعيب نفسه. يعني ما تطلع تقول على شادي حسين وحسام حسن او فلان وفلان، لا مش مقتنع. صحيح، فين شادي حسين؟ ما هو لعب امبارح. ما دي مشكله يا شادي، دي مشكله الصفقات، اللي انت تقدر يبقى لاعب مهم قوي في فرقته، لكن لما يتنقل لفرقه تانية بقدراته بتبان. ليه؟ لانه بيتحط في نظام تاني، بيتحط في طريقه تانية، ممكن ما يكونش بيلعب في مكانه، فمش قادر يستوعب، ممكن يبقى ما اقدرش ادي الا في الحته ديت. فشادي كان في السيراميكا كويس، لما يجي النادي الاهلي لإما إن أنت تنتهز الفرصة، لإما خلاص. هو شادي حسين لغاية دلوقتي ما قدمش حاجة، زي حسام حسن بالظبط، ما قدمش حاجة، مع إن جات له فرصة إن أنت تبقى مهاجم النادي الأهلي. يعني أنت خلي بالك، بتبقى مهاجم النادي الأهلي دي مواصفات خاصة جدا. أولاً ضغط جمهور، ضغط نقاط، ضغط لعيبة نفسها مع بعضها، ضغط مدير فني، ضغط إدارة، فكل دي عايزة تبقى حاله نفسيه عندك قادر على شخصيه اللاعب نفسها دي. ففي لعيبه كتير ما بتقدرش تحمل المسؤوليه دي، وما بتقدرش تحمل كمان القرارات اللي بتاخدها، فبتلاقيه متلخبط في الملعب. اما يرجع بقى فرقته الاصليه تلاقيه بيبقى مبدع تاني، لان الظروف اللي حواليه. احنا ما مشكلتنا ان احنا ما بنعترفش بعلم النفس زي ما بيقولوا. انت ممكن تجيب ميسي تحطه في، ده حصل مع مروان محسن ومروان حمدي كتير بقى. عد يعني هتلاقي عد بقى كذا حد وبيتالق بره. فبالتالي هو كولر لغايه دلوقتي بمشي الفرقه كويس، لكن مش دايما نطالبه ان هو يبقى جوزيه. هو دي حاجه، ده شخصيه وده شخصيه اكيد. طيب لو هنتكلم على نادي امتي اللي ابتدى يلعب ماتشات مفتوحه، هل ده بسبب كابتن طلعت يوسف في وجهه نظرك؟ لا، طريق كابتن طلعت يوسف يعني بالشكل ده، بس هو برضو مش من الناس اللي بتتحفظ دفاعيا قوي. يعني هو ما بيقفلش الدفاع بتاعه قوي، ما بيلعبش على خطه الكماشه زي ما بيقول ان هو بوقف. لا بالعكس، هو بيحاول ياخد ويدي، ودي وهو مدرب كويس جدا، بس برضو امكانيات اللعيبه اللي معاه. يعني انت لو بصيتي على الهدف بتاع ديانج، مفيش دفاع بيجري قدام مهاجم خاصة أو لاعب إذا كان هو مستلم من قبل منطقة 18. يعني أنت حتى لو ارتكبت خطأ، لو أنت مش هتقدر تستحوذ على الكرة منه وارتكبت خطأ، هو خطأ مش مؤثر، لكن أن أنت تفتح له الطريق وتبدأ تجري قدامه بالشكل ده، مش لاعب واحد، يعني ده 3 4، يعني مش لاعب واحد زي ما 3 4، فده خطأ تفكير لعيبة. وده المشكلة اللي بيقدر بقى كابتن طلعت يحاول ان هو يعالجها. اتنين، هما ما بيستغلوش الكرات العرضية بشكل كويس، يعني متدربين عليها، بس برضو عنده مشكلة زي باقي اللعيبة ان هو يعني في الفينش بتاعه بيبقى غلط. زي برضو لو نقلت كده للزمالك، الزمالك مشكلته دلوقتي في الهجوم حتى العصبية للعيبة. اللعيبة عندها اعتقاد ان هي انا ما اتغلبش، انا ما يجيش فيها جون. فما يبدا بقى يحاول يستعيد، هتلاحظي كلهم في لخبطه ما بين زيزو وامام عاشور، في عصبيه لحسام عبد المجيد. لو رجعت للشكل اللي هو حسام عبد المجيد لما جاب جون في اسوان، بص حاله النرفزه ده ما اسموش حماس، دي حاله عصبيه ونرفزه. العصبيه دي بتخلي اللاعب لا بيعرف يشوط ولا بيعرف يستقبل ولا خرج بيعرف من جو المباراه اصلا. بالظبط، خلاص هو عايز يجيب جون باي طريقه. يعني حتى الشكل اللي بيتكلموا في سامسون ده لعيب محترف اجنبي، ما عندوش فكره اللي هو ايه، انا لو وقعت الحكم هيحسب لي ضربه جزاء. ما بيفكرش، هو بيفكر ازاي استحوذ على الكوره، ازاي ممكن اجيبها جون. فتلاقي اللعيبه بعد الكوره الاخيره
بتقول له ما وقعتش ليه؟ ده الحكم يعني الفكره بتاعت انت ما مثلتش ليه؟ دي مش عند الاجنبي، وده الاعتقاد الخطا للعيبه المصريه بتبقى معتقده ان انا لو وقعت الحكم هيحسب لي ضربه ممكن تعدي على الحكم هتعدي عليه وهيحسب ضربه جزاء، هيحسب لي ضربه جزاء. لما بيروح بره او ما بيتعامل في المنتخب مع فرق تانية بيبقى الاعتقاد ده برضه مسيطر، وده خطا شديد جدا، لانه اولا بيخسرك فرص. بيجي الزمالك جاله اكتر من فرصه امبارح ما انتهزهاش، الداخليه برضه جاله اكتر من فرصه ما انتهزهاش، تضييع الفرص دي نتيجه الحاله العصبيه والاعتقاد اللي احنا بنتكلم عليه من بدايه الكلام ان انا لازم افوز. صحيح. ما ينفعش ان انا اتغلب، لابد ان الثقافه دي تتغير. اتنين، خطوره الكلام بقى الاخطر، ان لما تقولي لي اتحاد الكره مثلا عايز يدي بيراميدز الدوري، يبقى اذا اتحاد الكره ادى قبل كده، يبقى احنا ما بنتكلمش بقى على مجهود، ما بنتكلمش على اداء، ما بنتكلمش على كوره، فما فيش داعي للمنافسه بقى. ما بنتكلمش على شرف منافسه، احنا بنتكلم على قرار، وده خطر جدا بالنسبه للجمهور. ما الجمهور يستوعب ان الدوري او الكاس بيتاخد بقرار مش بيتاخد بمنافسه، وان مثلا لازم الاهلي ياخد الدوري، ما ينفعش كده، لازم الزمالك ياخد الدوري. يعني حتى لما يطلع حد يعني من النقاد يقول لي انت مش عايز ليه الزمالك ياخد تالت مره، تالت مره على التوالي، انا مش حكايه مش عايز، دي منافسه. ليه ما طب ما انا هطلع اقول له ايه، طب ليه فيوتشر ما ياخدش الدوري؟ ليه بيراميدز ما ياخدش الدوري؟ صح، يعني ليه انت دايما حاصرها اهلي وزمالك؟ طب ليه ما نبقاش زي كون انه وصل للمنافسه في الدوري بالظبط. لكن لو انت سبتيها للمنافسه العاديه اللي هي الليجال بقى والشرع اللي احنا بنتكلم عليه، يبقى دوري للاهلي، دوري الزمالك، دوري الفيوتشر، دوري اي حد يقدر ياخد. لكن خطوره تصدير فكره القرار وليس المنافسه ده اخطر حاجه بتسرق الجمهور. يعني بتتسبب في مشاكل كتيره جدا، وبتخليك معتقده ان الماتش ده مش بمجهود الفرقه. يعني مثلا الاهلي فاز يقول لك لا لا لا، طب الكورتين جايين من لعب، يعني جايين من حركه مش جايين من اخطاء. الداخلية لازم الحكام اللي بيحللوا بالذات يعرفونا الفرق ما بين التداخل، يعني ايه متداخل، لاعب متداخل ولاعب غير متداخل. انت لو بصيت على الكرة، الكرة ماشية في طريقها، لاعب الداخلية منع، يعني منع اللاعب اللي جاي من وراه ولا هو بيتحرك، طب هو لمسها ولا ما لمساش. لكن المحللين بيتكلم بفكره هو، يعني ايه انا متضايق من لجنه التحكيم يبقى، او متضايق من البنا يبقى الكره دي غلط، متضايق من محمود ناجي. ده الفكره دي يا جماعه الناس بتشوفنا، يعني الناس بتشوف الفقرات وبتبدا تتكلم عليها. لازم تقول لي وانت بتحلل كده، تقول لي ايه التداخل هنا؟ لان لاعب الداخليه اعاق مثلا رؤيه حجز عبد الشافي وفق القانون، يعني يتكلم وفق القانون بالظبط. ليه بقى؟ لان هو هيوعي الجماهير. الله ينور عليك، البند كذا بيقول كذا، فهنا انا اقتنع. لكن ما تقول لي ايه متداخل، ايوه ازاي؟ حتى في حاله الشد، طب الشد ده استمر لحد ما اللاعب وقع ولا مسك الفانيلا وسابها؟ ما تفرق، انا ممكن امسك وافضل اشد فامنع اللاعب من الحركه، يبقى دي ضربه جزاء على طول، او اشد الفانيلا واسيبها فاللاعب ما اتمنعش من الحركه. انا قصدي ان هنا التثقيف ومعرفه الناس مهم طبعا، بتوفر عليكي بقى الايه الخناقات، توفر عليكي الجماهير بتشتبك مع بعض. اولا اضفتي معلومه، بتوفر عليكي تصديق ان انا اصدق ان الدوري ده بقرار وليس بمنافسه، وده بيخل بشرف صحيح. كلامك مظبوط جدا طبعا، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الناقد الرياضي الاستاذ طارق رمضان، شكرا جزيلا ليك.